السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، طلاب الصف الثالث الإعدادي. هنكمل مع بعض القصة بتاعتنا اللي بتتكلم على بلاك بيوتي، الجمال الأسود. هناخد مع بعض شابتر 2، difficult journeys، رحلات صعبة. أذكركم معاك قناة الإنجليزي أسهل مع مصر. وسامي لسه منضم فينا، ينضم عن طريق الضغط على زرار أحمر سبسكرايب الاشتراك، وكمان تفعيل رمز الجرس بالضغط علشان يوصلوك الجديد بتاعنا. وما تنسوش متابعة وإعجاب بصفحة على الفيسبوك، وكمان على الانستجرام سارة سامي 825، الأرقام 825 مكتوب بالإنجليش جنب الاسم مكتوب بالإنجليش. تعالوا نسمي الله ونشوف مع بعض أحداث الشابتر. طبعا احنا عارفين ان الناريتور بتاعنا، الراوي بتاعنا، هو البلاك بيوتي نفسه، اللي هو الحصان اللي اسمه الجمال الأسود. بيحصل فيه ايه الأحداث؟ بيقول هنا: One morning، في صباح يوم ما، I was put into a small carriage، تم وضعي في عربة صغيرة، to take Squire Gordon، عشان أخد Squire Gordon and John on a long journey، في رحلة طويلة، for the Squire's business، لأعمال عائلة Squire. I liked pulling this carriage، كنت بحب سحب هذه العربة، because it was very light and easy to pull، ليه؟ لأنها كانت سهلة وخفيفة في سحبها. It was raining when we left and it was also windy، أثناء ما هما كانوا بيغادروا كانت ممطرة وعاصفة. With many leaves blowing across the road، مع كثير من أوراق الشجر اللي كانت بتهب في عبر الطريق. On our journey we crossed a bridge، أثناء رحلتنا عبرنا كوبري، and I saw that the water of the river was really high، ورأيت وأنا ماشي على الكوبري إن المية كانت بالفعل في النهر عالية. Many of the fields that we passed، كثير من الحقول اللي احنا عبرناها، were flooded، كانت يعني غرقانة من كتر الفيضان اللي فيها. And sometimes I had to pull the carriage through water on the road، كنت مضطر أسحب العربة في أماكن كتير مليانة مية في الطريق. When we got to the town، لما ذهبنا للمدينة، I had a good rest، حصلت على راحة كويسة. While Squire Gordon did his work، أثناء ما جوردن كان بيقوم بعمله. We started to go home، بدأنا العودة للمنزل، late، متأخرا، in the afternoon، بعد الظهر. And now there was a real storm، كان في عاصفة حقيقية. I heard the strong wind، سمعت الرياح قوية، blowing through the big trees، بتهب من الأشجار، من بين الأشجار الكبيرة، that we passed، اللي احنا بنمر ما بينها أو بنعبر. I will be happy when we are out of the wood، مين اللي بيقول كده؟ كان سكواير جوردن بيقول أنا هكون سعيد لما أعبر، المقصود هنا بالوود اللي هي الغابة، أما نعبر الغابة اللي احنا فيها. And as soon as he said this، في نفس الوقت اللي هو كان بيقول فيه ده، اللي حصل، a big tree suddenly fell across the road، شجرة كبيرة فجأة سقطت عبر الطريق. The road in front of us، أمامنا، with a loud crash، يعني بارتطام جامد على الأرض. That was close، مين اللي بيقول كده؟ ده جون بيقول له دي قريبة جدا مننا. طب سكوير جوردن قال له إيه؟ What can we do؟ إحنا هنعمل إيه؟ جون قال له We can't go forward، مش هنقدر نتقدم للأمام. I think that we will have to go back home a different way، لازم نرجع لبيتنا من طريق مختلف. So we went back along a different road، رجعنا نمشي في طريق طويل مختلف. It was longer، كان أطول. And when we got to the bridge، لما رجعنا للكوبري، it was dark، كانت مظلمة. We started crossing the bridge، بدأنا نعبر الكوبري. But I felt that، الحصان اللي بيحكي بيقول لنا، I felt that something was wrong، في كان شيء خطأ. So I stopped، ولذلك توقفت. Squire Gordon بيقول للحصان، Come on beauty، تقدم يلا يا بيوتي. Who tried to make me cross the bridge، كان بيخليني أحاول أعبر الطريق. حصان بيقول إنه لما سمع سكواير جوردن بيقول له Come on beauty، يلا تقدم يا بيوتي باسمه،
بدأ بيقول بقيت بحاول أعبر الكوبري. جون قال له There's something wrong، في شيء خطأ. What's the matter beauty؟ إيه المشكلة بيوتي؟ الحصان بيقول I knew that the bridge wasn't safe، كنت حاسس إن الكوبري مش آمن. But I couldn't tell him، مش قادر أخبرهم. Then we heard a man، سمعنا رجل shout، بيصرخ from the other side of the bridge، من الجانب الآخر للكوبري Stop، توقف. The bridge is broken، الكوبري مكسور. In the middle، في المنتصف. If you continue، لو انت استمريت you will fall into the river، هتسقط في النهر. جون رد عليه وقال له I see، thank you sir، شكرا لك يا سيدي. سكواير جوردن بعد كده وجه كلامه للحصان وقال له And thank you black beauty، شكرا لك يا black beauty، you saved us، أنقذتنا. We had، حصان بيكمل فبيقول We had to take another route home، كان يجب علينا اللي احنا نسلك طريق آخر. But the wind was less strong، بدأت العاصفة تكون أقل في قوتها. At last we saw the gates of Pirtwick Park، لقينا أخيرا البوابات بتاعة Pirtwick Park. I was very pleased، كنت مسرور. To be home، للعودة للمنزل. And enjoyed my evening food، الاستمتاع بالطعام العشاء. Because I was very tired، لأني كنت مرهق جدا. ده الحصان اللي بيتكلم عن نفسه. A few weeks later، بضعة أسابيع فيما بعد، Squire Gordon and his wife decided to visit some friends. جوردن وزوجته قرروا أنهم يزوروا أصدقائهم who lived about 60 kilometers from my home، اللي هم بيبعدوا حوالي 60 كيلومتر من منزلهم. They drove Ginger and me، كانوا بيقودوا جينجر وبلاك بيوتي. About 35 kilometers on the first day، في اليوم الأول كان بيقودوا جينجر وبلاك بيوتي حوالي 35 كيلومتر. We stopped often before we reached the town where we would stay for the night at an inn. استراحوا، عملوا استراحة شوية في فندق صغير. جينجر and I، طبعا ده حصان بلاك بيوتي بيتكلم ان هو وجينجر حصان الاخر، were fed and brushed. We were ready to go to sleep، كانوا مستعدين لهم يناموا. When another horse arrived، لما في حصان آخر وصل. His young rider smoked a cigarette، كان اللي ركبه كان بيدخن سيجارة. While his horse was brushed، أثناء ما الحصان بتاعه بيتم غسله بالفرشاة. طيب I don't know، طبعا ده بلاك بيوتي اللي بيتكلم بيقول I don't know how long I slept، انا مش عارف قد ايه انا نمت. Or what time it was، ولا الوقت كان ايه. When I woke up، لما استيقظت. I felt uncomfortable، شعرت بعدم الراحة. Although I didn't know why، برغم ان انا مش عارف ليه. I heard Ginger coughing and I saw that the air was filled with smoke، سمعت جينجر بيكح، وكمان رأيت إن الجو كان ممتلئ بالدخان. Then I knew that there was a fire، إنه هناك في نار. A man appeared with a lantern and tried to take the horses outside، راجل ظهر وكان مع شعلة أو فانوس بيحاول يخرج مجموعة الأحصنة بالخارج. We could see that، استطعنا اللي احنا نرى. He was worried، كان قلقان. And this frightened us، ده خلانا شكلنا مرعوبين. Even more، أكتر. None of us، مفيش حد فينا wanted to leave although we knew we were in danger، كانش حد عايز يغادر برغم احنا كنا عارفين ان احنا في خطر. What would happen to us، إيه اللي هيحصل لنا. We didn't want to go anywhere، احنا مش عايزين نروح في أي حتة. Then John arrived، ثم جون وصل. Come on my beautiful horses، walk up please، it's time to go. جاء جون قال لهم ايه، قال لهم بسرعة تعالوا أحصنتي الجميلة استيقظوا، ده وقت ان انتوا تذهبوا. He spoke softly
and was so gentle with me, كان بيتكلم بأسلوب مهذب معاهم, that I stopped feeling frightened, خلاني ما اشعرش بالخوف. I slowly followed him, ببطء تابعته يعني مشيت وراه. him out of the building, خرجت وراه خارج المبنى. and away from the fire, وبعيدا عن النار. when I saw that I was safe, لما شفت ده كنت بقيت في أمان. I called out for the other horses, بدأت أنادي على الأحصنة الأخرى. to leave, عشان تغادر. Ginger later told me that I had saved her, قالت له إن هي إن هو أنقذها. By now the fire was bigger, النار طبعا أصبحت أكتر. and just as John led Ginger away from the fire, the building collapsed, المبنى كله كان انهار. Finally some firefighters arrived, رجال الإطفاء وصلوا. to try to put out the fire, عشان يطفوا النار. after many hours, بعد بضع من الساعات, the fire was no more, كانوا يضم عن النار. when we arrived at the house of Squire Gordon's friends the next evening, everyone was talking to John, لما وصلوا بقى لبيت أو منزل أصدقاء عائلة جوردن في اليوم التالي أو في المساء التالي, كل واحد كان بيتكلم لجون. طيب, it is one of the hardest things in the world to move horses when there is a fire, طبعا أصدقاء جوردن كان بيقولوا ده حاجة من أصعب الحاجات اللي انت تقدر تمشي أحصنة من مكان لما يكون فيه نار. What you did to help them was amazing. خلصنا مع بعض شابتر 2 من القصة. دمتم في أمان الله.